أزول السلام عليكم أكيون فوفي تسقسا شوية المعقول شوية وقصة أنا ظل مواطنين مين أزون ميخفى أبانسا دمين ملن أوغينا ذي سبينسا نهارا مفغان دين تنظى أن سقسي يوذن ماذي وضيثن تمنية ثني نتضامون فارغ دا إلياس النغس نشد شنة يلا حجلين وقوار تاك 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 السلام عليكم وعليكم السلام الحمد لله سي خرامي صندوق نتضامون ديما رامي تعاون ما في وضج الاستفادة وانزري والو سكر قمزور ها وسيندي ولا نوار نقنا نقن كسين كسين شوالو 54 سنه نحسب قي ولا نخرق نحازقين عايش نحازقين درنت نحازقين ايوا هذا رقتيو ما استفدتش انت ها هي فين هي ردوا علينا وما كاين والو ما كاين لا جواب ولا والو بالنسبه لي نسي لحد الان مر يوم عمر غاش نشوفوا شنو اي ثما العمل الجمعوي غير ثما يدقن الشباب يدق المبادرات تاع عمار نيوذن اني ماري انه ما عماني الا حد الان يوسف دوريفيل لا استيف تخشى استيف تخشى وذي عاون نش نعم توصل اختي 1000 درهم ولكن وذي تقديش 1000 درهم 54 سنه نحسب 1000 درهم ما تقديشها السيارة فاتوره الماء الكهرباء الاكل الماء المشرب الملبس 1000 درهم ما تقديشها ومنو نعم نتارزيس انا ذا نغاني شويه ان شاء الله لان شهر كامل مناسبا شهر رمضان مبارك وانزري شاذ كاين بعض الناس والحمد لله انا نكر خيرهم ولكن هذا الالف درهم ما تخديش يا اخي نعم الالف درهم وانت تارزيس الدوليان ما الدولام الحكومه والصين هذا نعاون شويه صاحبي 1000 درهم ما تخديها 54 سنه نحسب اذا نطوع صغار 1000 درهم ما تخديشها ومينو أو 54 سنة نحسب 1000 درهم وقمره كيدا المعادلة حربية أي شهر ويوي وإذا ومينو سكغسن ميساج سكغسن وديتي وإذا هو الصخ العالم وتجيبو خفين شو الصخ العالم يكمر كورونا خو تجيبو خفين شو كل شي بالله كل شي بد ما مشي السن أبناء النظر غالبية سن أبناء فقراء يعني يتعايشون بعملهم اليومية ومع الاسف قام يتظاهر كورونا الغالبيه نسن بالدن واخد منشاء وتقى يترتب خاص مجموعه من المعيقات الاجتماعيه لدرجه انه ذني العائلات نزريث نسيطا ويناغ ويوميا نزاريثن تنسين كفاعلين جمعوين يوميا تزن دغان غيوذان غاثو ذرين بما فيهم النهار غي شقاق من دغان غيوذان خذو ذرين تتار المساعدات قيقد كرشي عاود غسن ويسمار ثاين ويناث والو أو أنزري والو يودان قن قن كسين ش مستحيل عريض أم غاد غريا حنجار والو شين تسانغ غايا ما انتفا شو بروسي تسانغ شهن الدولة قوى أنزري بو الدولة والو شو بروسي شن وما انتفا قشين دي مزورة ايوا المعاونة ذاق عاونا أصلا شين ذاق عاونا برايا الرامل أشي ذاق عاونا غامي خان غيكين غامي خان غسكين ها تمزين مرة ريح بوسات وانصرين لي التعويضة تني قياما ني والو اني اني مرض الدولة ذاق عاونا نشينا بعد ذاق رد الاعتبار نغا ذاق عوضنا ذاق قن ني بالون ني رحبس ني والو مرة مين خانق سكن وزيس نزري والو انا عاونا نغسار رامي دا بعد وبعد تقن بعد الصباح قايا بعد اني اني بعد الدولة وشانق بعد جمي تعرف والله اختيش مبوين شي مشي تغايح نجان ميزي غان سغلي كل شاغير المشاكل من الناحيه الماديه مشاكل الازمات تم قران تقن غذاي سنت تازي سي دار بخن غيفرج اخي عزم مثوات بدا عاود الامور تعقب غمجد السقان غمجر غمجاريها ان شاء الله شحال من شهور في تستافد ما تلقى شهر كي تنسكم يبدان او منو شهر وايجو ماروا ايجو الدفعه نعم يا اخي العزيز ايوا انت تارسيس هذا شوف الوزراء خوتي وصاحبي ما غاكي مام تلقوا الشعب صاحبي وانتو ما تاكلوا بوحدكم وحنا نشوفوا فيكم ونبقى نبلعوا حنايا الرقوه تلقوا لنا الحساب صاحبي راه بزاف هادشي هذا راه طلعتوا لنا حنايا هادشي هذا اشو كديروا مع الشعب صاحبي اشو كديروا مع الشعب صاحبي راه الشعب راه طلع صاحبي راه لا حول ولا قوة بالله ما نعرف باش غادي نسيبكم كاع التلقون حساب تلقى صاحبي درقتي وصاحبي قاس اي قم واه حياكم الله حيا الناس الوزراء سيور البرلمان ويدبران ويدبران درقتي وصاحبي درقتي 54 سنة نحسب قي وذا نخرق نحازقين عيش نحازقين درنت نحازقين ايوا درقتي ايوا يلا صاحبي السلام عليكم خويا مازال هذا ما شفنا والو حنا دخلنا في الاول كاع
منين قال سيدنا هذيك الكلمه قال غادي يستافدوا المساكين، وحنا فعلا المساكين والله العظيم ربي شهد علينا. مازال ما شفنا والو. عندك الوليدات؟ عندي ربعه ديال الاولاد والمراه وانا سته ديال الناس، وكاين عاوتاني خويا عنده خمسه ولا سته هو كذلك. وما استفد والو. وعندي واحد اختي كذلك عندها ما عندهاش الراجل عندها ثلاثه جوج ولاد عاوتاني. احنا المهم واش غادي نقول لك؟ لا اله الا الله محمد رسول. راه ما شفنا والو من هذا الشيء اللي سافت منها سيد. كاع داو الناس تخلصت جوج مرات وحنا ما خلصنا حتى مره صاحبي. ولا حول ولا قوه الا بالله. وان شاء الله يا ربي ترفع لك. هو وارث اسم ختم التصيد ربي باغي ينجى ان شاء الله. تكي كيري واضح بالنسبه غالبيه اني قدم من بعد هذه السطر الاول لهذه السطر الاول شراميد ديني ربعه استفدن من سيمانتينو بغاش كنايت الميساج استفدا، ولكن ديني العائلات واستفدن تاع الاغلبيه غنغضي الحي واستفدن تاع مع الاساس. المشكل هو انه يتغيم المواطن والجمعان غير هذه السقشة حتى ذي التليفون والجمعان قانس راغ يراق من 12 انت راغ ياشن والو الشكفاعي الجمعوي تازن تغاري وذان تقسان يمين غانك نكسي تيفون تراغي السلطة المحلية في شخص هي قائد إدى تابع الحين قائد يقارس جنس وغاري ولا ذي جنس تغسي تقا ومع الاسف وذني وذي زن المؤسسه او شن الهيئه غاش يعني مشا غاش يتوجه المواطن مشا هذيك السن مش مشاو يستفد شاه واخا ازم المرحله الثانيه مرحله المنصه الالكترونيه المنصه الالكترونيه بالنسبه لنسي لحد الان مر ان يوم عما غاش نشوفوا شنو اي ثم العمل الجمعوي غي ثم يدقن السبب يدقن مبادرات عمار نيوذن اني مر ان يوم عماني لحد الان يستفدوا هذي الزن نس وابعد الشرخ الحيه موماري اني عمان دي المنصه الالكترونيه والشرخ بخار رامد رامد ذي نيوذن ستيفن لكن المنصه الالكترونيه الثانيين لحد الان ويستفدوا هذه الجن ذا اتساءل نقارس مشمشة ما تغذيني الجنة مكلفة فأكيد أنه يعني قاس الإحصائيات قاس تلقان المساعدات يعني تلقان الميساجات تلقان استمارات أكثر من ذلك بأنه بمجرد ما تعرف من هذا بأن قد طلب مش مقبول قد قص دراسة يعني تشد الأمل كان على الأقل خشعرا بأنه مرفوض مثل الإنسان هذا يعيح ويتريبو وينث بين نارين ذاني تيني حتى ناس غير يزن تساؤل بالنسبة للدولة أظن أن الدولة يعني غاش إذا يدعني مسجلين مرة خاصة أني أصحاب الرميت مسجلين مرة ما كان ظنش أنه تغى الدولة يعني عاد ترجى المواطن بسيط ذا المواطن أمي ترجى الدولة عاد يدعني ذا شي شك ما مشي نستنسين المغرب غانغ وعاد المخدمين الشيوخ غاس الخبورات من الاحياء كمرن ويجا فاقر ويجا غني يعني اصلا تبغى غاس المعلومه ثمار يعني كان يكفي يعني اضرح مقاطعات السيستم نهار رميد ونغسي المقدمين وينات السنن من وينات وتحياتي. احنا كنتسناو عييت مشيت لعند المقدم اللي هي الاخر وادي قلت له زعما مشيت لعندو يعطيني شي معلومه فين نمشي فين هذا واش كاين شي معاونه واش كاين شي حاجه ما كاين والو وانا اللي راني كنخدم على الوالده انا اللي هز المسؤوليه ديال الوالده مريضه اللي بالسرطان دابا لو كان شتي يديها تبكي عليها يديها رجعت كي الحديده وعندي حتى 26 عاد عندي باش عندي حق باش نديها الوجدة هو حتى السبيطار الحسني قالوا لها دابا واخا عندك رانديفو نهار 26 ما يقدروش يتقبلوك في وجده ضروري خاص حتى يوصلك الرانديفو عطاوها شي دواء يديها منفوخه وحمراء ودايره كي الحديده عطاوها شي دواء ما دار لها والو داك الدواء راني غير كريديتو من الفرماسيان الكريدي راه عليا حتى لهنا مشيت عند المقدم زعما يعطيني شي افاده ما خرجت حتى عندي خرجت الوالده ديالو قالت لي راه ناعس واش ال 12 كاين شي نعاس؟ ها؟ مشيت للقيادة المخازني ما خلاناش نزيدو للباب ديال القايد باش نطلعو ونهضرو معاه ونقولو له ها شنو ما عطاناش وقت انت كتزيد شوية بخطوة وهو كيجري عليك فين غادي نمشيو اخويا فين غادي نعطيو بالراس؟ المسؤولية الدار كاملة عليك المسؤولية ديال الدار عليا عام فين غادي نعطيو بالراس؟ لا اله الا الله محمد رسول الله كنتمنوا من المسؤولين يتخذوا الاجراءات اللازمه باش كل واحد توصل له حقه وتحياتي وشكرا نتمنوا سيدي ربي ويعيش محمد السادس يشوف لنا هذا الشيء حنا والله اخويا ما عندي الريال باش غادي نكون مع الوالده عييت نخرج عييت الحانوت راه كيتسني عرفتي شحال مع كنا كنخدموا في ملي اليوم ونكريديو وكنخدموا وكنردوا دابا قال لي ما نقدرش نكريديك قال لي راه بزاف عليا علينا هذا الشيء
دابا شوفي اش من حل غادي ديري لراسك. دابا هذا لا تقهرنا خويا والله يا تقهرنا. والمشكل كان هي ما عنديش الوالده مريضه، راه مرت السكر، ها الطنسيون، ها السرطان، وهي كتموت حدايا مره راكده اكثر من اللي جالسه، وهذا المسؤوليه. راه هادشي شنقول لك، تقهرت خويا تقهرت، ما هضرت وما عيطت لكم حتى وصلت للعظم، عاد عيطت لكم، جيت قلبت ما عرفتش حتى فين كتكونوا، قلبت وسولت وسقسيت، هي هذيك لقيتكم ما خدامينش، هزيت غير النمره وعيطت لكم بها. علاش منا حنا ماشي مسلمين ما نستافدوش؟ حتى حنا من حقنا. وهيا ها الورقه السرطان الوالده هاي، الا كذبت عليكم. الدار احنا ساكنين فيها حتى حنا الله، احنا يا عائله، خوتي كاينين بولادهم حتى هما ما استافدوش، صيفطنا كاملين هما عندهم، عندي خويا ساكن لهاد الجهه حتى هو صيفط ما استافدش، عندي خويا ساكن معنا بولادو حتى هو عشرته بوحدها حتى هو ما استافدش، عندي اختي حتى هي مات لها الراجل، حتى هي مات لها الراجل ما استافدتش، عندها غير واحد 30 فرنك كتشدها على ولدها من الشهر للشهر كيقرا لها في المدرسه، هذاك الشيء باش كديباني. وانا انا تغلبت ما بقيتش باش نديباني، دابا وصلت للعظم، هذا هو اللي نتمناه. وعاش محمد السادس. هاد المسؤولين خصهم يديروا خدمتهم، ما كنطلبوا حتى شي حاجه يعني، وكانت الدعوه مطلوقه عندي دراعي نخدم به، عندي دراعي. ديك الساعات ما كناش كنحسوا، كتجيب الكوزينه كتجي فرحان، كتفرح مهمتك، كتفرح كل شيء، كتفرح مهمتك، كتفرح واحد خويا راه باقي صغير، ودابا باش غنفرحها؟ راه كتبكي مسكينه بالبكا، راه كتعرف بنادم اللي مريض خصو خضيره، خصو دير ليه ماكلتو، راه كتعرف صحاب السرطان وصحاب السكر خصهم الريجيم ديالهم خصهم هذا. انا ما بقيتش قاده على داك الشيء، صافي وقفت. نتمنى الجمعيه تبعد عن السرطان تدخل في اقرب وقت، ونتمنى سيوداني جاك لفن صار رميدني الصندوق من التضامن، اذك انت تدخلت نسن قفا مغاثقه في النوم الخدمه تقوى تجيبو ثكاره تاع في النوم تكافح في النوم تناضل نهارات حكم زي الظروف تفضل انت تلقى فيديو تتعزم المساعده تتال امن انسى تطاوض وثق ذاك النيو. وشكرا للمتتبعين دور سيتي سيجن.